السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شات جي بي تي ناس كتير بتستخدمه دلوقتي انها تعمل مقالات، فهم الحمد لله انتبهوا الموضوع وعملوا ووتر مارك بحيث ان انت هتتجاب، يعني هتتجاب لما تيجي تعمل سيرش جي بي تي تو اوت بوت ديتكتور. ده معمول بحيث ان هو بيميز الكلام بتاعه، بحيث لو انت سألت اي سؤال اكتب لي مقالة عن كذا، خدت المقالة خدتها كوبي بيست واديتها للدكتور هتتقفش. وهو سابوها اوبن سورس بحيث ان اي حد يقدر يبرمج ويضيف الجزئية ديت، تمام. هيبقى فيه ووتر مارك جوه الكلام نفسه وانت بتاخدش بالك منه، بحيث ان الاوبن اي اي بيحارب ان حد ينسب مقالة لنفسه. هسيب لكم رابط الاداة اللي هتساعدك على قفش الموضوع دوت، تمام. دي تقدر تبرمجها، اسمها جي بي تي كوماند ديتكتور، والجميل ان هما حاطين نسخة تقدر تسطبها جوه الفايرفوكس وجوه الكروم وجوه الايدج، تمام. فاصبح سهل جدا ان الناس تفرق بين الكلام اللي البشر بيقولوه واللي الاله بتقوله. فيعني يا ريت الناس تخلي بالها وهي بتسرق المقالات. على فكره شات جي بي تي 3 اللي احنا مبهرين بيه قريب جدا هيصدر جي بي تي 4، وده اقوى بكتير جدا من شات جي بي تي 3. استفاد من كل اللي فات، اتبرمج بطريقة أخرى فيها ذكاء، في تعلم آلي، في تعلم عميق، يعني في تطورات عن شات جي بي تي 3. ف يعني استعدوا للصدمة.